تاني انا بقول لكم، انا يعني فنيا ممكن اكون ضد الاجتزاء، الاجتزاء، لكن هنشوف لماذا يغضب اصحاب المهنة. هنشوف المشهد التاني بعد قليل، بس لغاية ما نشوفه استاذ خالد لماذا الغضب؟ بص استاذ وائل، الغضب مش غضب محامين. المحامين ما بيغضبوش لانفسهم، نقابه المحامين نقابه حريات بتغضب لمجتمع. المشهد اللي موجود مشهد غضب للمحاماه، مشهد غضب للعداله للقضاه، مشهد غضب للام المصريه اللي ربت الضابط وربت المحامي، مشهد غضب للشارع والمواطن المصري. انا في بيتي او في بيت المواطن النهارده، المسلسل ده المفروض بيرسخ رساله، بيرسخ قيمه، بيرسخ معنى. كون ان يسعدني في رمضان، انه يسعد اولادي، ده شيء، ده جانب من الجوانب لقيمه العمل الفني. العمل الفني والاعمال الفنيه، نقابه المحامين شايفه ان هي كانت ليها دور في بناء وطن واوطان من بدء الوطن. ما كانتش الاعمال الفنيه ترسخ الرذيله او ترسخ الدنيه او تدني من القيمه وتدني من الاحترام والهيبه لأصحاب المهن، مش بفئوية أصحاب المهن، بتكامل بناء المجتمع. وخاصة إن إحنا في الدولة الحديثة إحنا بنعلم الجيل الجديد إن من المفروض البناء مش بناء أمني بس أو وطني هنا أو خاص. هيقول لك يعني ده دراما، والدراما فيها خير وشر، فيها نماذج طيبة ونماذج كويس، فيها نماذج يمكن انها تكون ساخره ومضحكه في مرافعاتها مثلا امام ال لا 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 لا، هو ما وصفش هنا الدراما ولا 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 المقصود منه الابتذاء. هو هنا لما يتكلم عن روب المحاماه بالاهانه اللي تمت، روب المحاماه ده مش لباس بيرتديه المحامي. طب خليني اخد الاستاذ بيومي وفؤاد اهو ويسمعك معانا كمان. استاذ بيومي اهلا بيك. مساء الخير يا فندم، كل سنه وحضراتكم طيبين. سنه وانت طيب كالعاده، كل سنه بنكلمك في ان اصحاب مهنه غاضبين، يعني غاضبون. تحت امرك يا فندم. قول لي يا استاذ بيومي، المحامون من اول حلقات ربع رومي اشتد الغضب بهم وقالوا ان المسلسل بيهين المحاماه، وطلعوا المشهدين ثلاثه اللي احنا كنا بنتكلم فيهم، فيهم إهانة لروب المحاماة وفيهم إهانة أيضا للمحامي يعني. تمام يا فندم. هو أنا بس يعني السنة اللي فاتت لما حضرتك كلمتني وكان برضو التمريض الممرضات كان الممرضات كان فوق دماغنا طبعا يعني، وكانوا زعلانين. هو أنا بس مش عارف ليه الناس مش واخدة بالها إن إحنا بنعمل مسلسل فرش بنهزر فيه، تمام، ولا يمكن نكون بنتناول أبدا شخصية المحامي المحترمه اللي هو يعني اكم من وزراء مصر كانوا محاميين واكم من زعماء مصر كانوا محاميين وكده. ازاي احنا ممكن نتارى على حاجه زي كده؟ احنا بنعمل مسلسل، وحضرتك لو خدت بالك من مسلسل خفه يد، انا عامل ضابط ولا يمكن ده شكل الضابط. معرفش ليه الداخليه المفروض يعني تعتقلني من زمان قوي لو المساله الحسبه عامله كده. يعني انا عامل ضابط برضه بهزر في الموضوع ده، ده في خفه يد. في خفه يد يا فندم. في ربع رومي ده نفس الكلام، ابني نفسه انه يبقى محامي وطالع انه محامي فاشل برضه، مش محامي عامل كده. والمسلسل احنا ماضيين عقد مع المشاهد ان احنا بنهزر من اول المسلسل بربع رومي والمساله لو عاوزين نسميها بالبلد يعني، هل زي ما بيتقال يعني. فاكيد احنا لو ده مسلسل دراما بنتكلم فيه عن واقع او في او تراجيدي او الكلام ده كنت اقول لسيادتك عندكم حق، لكن مسلسل كوميدي فرس ايه المانع من انك داخل على طول من بدايه المسلسل بتقول يا جماعه احنا بنضحك وبنهزر يعني؟ لا احنا ما ينفعش يتهزر طيب بينا. خليك معايا يا استاذ بيومي هنا يعني هنا بقول مدخل المسلسل من البدايه يا جماعه احنا شخصيات كاريكاتوريه يعني، لا 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 بنضحك. لا 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 لا، القيم مش محل هزار. لا القضاء اللي قاعد على المنصه اللي حلف بالطلاق ده محل تهريج، ولا المحامي اللي بيأدي فن وقيمة محل تهريج، ولا الضابط اللي بيأمن والمفروض يكون في وقار للمجتمع ان يوقر صاحب التأمين ده محل تهريج. طب ما هو كده لما يجي يشتغل هيعمل المهنة سين
يعني ما هيضطر المهنه. لا لا هيضطر بقى اما حد يجي في المسلسل هنا يبقى المهنه صعبه. انت هتخليني ليه يا استاذ وائل افكرك بالقيمه وبالفن القديم لما كان قال له القاتل في دير النحاس، وكان قال له الشرطه ازاي لما بتبحث عن الدواء هو ما وصفش الضابط بالقيمه وبيأدي واجبه في المسلسل ده. طب عادل امام عمل حسن سبانخ محامي واثيرت ضجه، وبعدها وجدت ان بعض المحامين بيعترفوا بيقولوا نعم يوجد حسن سبانخ في المحاماه. لا وجود، بص يا استاذ وائل احنا ما بنوصفش المهن ملائكيه، ما بنقولش ان كل مهنه اصحابها ملائكه، بنقول ان في كل مهنه في شيء من ال، لكن هل الشيء اللي 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 تصرفات افراد او 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 اخلاقيات فرد مش اخلاقيات مهنه، في فرق بيني انا كخالد ابو كرع ان تكون اخلاقي مش على مستوى قدر المهنه اللي انا بمتهنها، ده مش معناها ان انا اضطر. طيب استاذ بيقول لك ده مسلسل كوميدي بنهزر بنضحك الناس. اللي بنضحك الناس نقول ان امه تقول له هات ربو الدولاب، اسمها انا بنضحك ناس؟ هو المحاماه بقى ربو والدته من الدولاب؟ ده اسمه بنضحك؟ ضحكت انا في ايه لما سمعت لما ابني الصغير قاعد وبيسمع المسلسل وسامع ان والدتي اللي ربتني بتقول لي ما خد ربو؟ قبل مثلا استاذ بيومي نشوف المشهد ده لان ما كناش شفناه، خليك معايا يا استاذ بيومي هنشوف. ما تضحك يا استاذ خالد. اضحك على ايه؟ اضحك على والدتي اللي ربتني وربت الضابط واللي النهارده موجود في سينا وموجود في الواحات. يتقال له هات ايه الهبل اللي عملته؟ اذا كان الظباط ما احتجوش ايه الهبل؟ احنا نقابه المحامين نقابه الحريات، احنا مش نقابه من بدء نشأ النقابه، احنا ما كناش بندافع عن مهنتنا وفئويتها، احنا دايما احنا اللي بندافع عن القضاه وبندافع. طيب. وبندافع عن الوطن. اسمع طب بسرعه عشان اسمع الاستاذ بيومي اتفضل. انا 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 فوجئت بالاستاذ بيومي فؤاد اللي احنا بنجله وبنقدره كفنان بهذا بالشخصيه دي الطريقه مختلفه تماما. بيقولوا ان هي كوميديا فرس، لكن انت النهارده عملت انهيار، بتعمل انهيار في المجتمع، بتعمل انهيار لدور الاب في الاسره. في اب يطلع بهذا الشكل يعني ان هي الناس هتضحك وتضحك خلاص، وتكرار مش هيستقر في زينان المحامي هزو، يعني محدش هيقول كده ولا الصحفي هزو اذا كان صحفي. تكرار هذه المشاهد بيرسخ في النفوس وفي المكنون الداخلي لكل المجتمع هذه الصوره للاب. وده وحصلت عندنا في مدرسه المشاغبين قبل كده، لما مدرسه المشاغبين انتشرت في المجتمع بقت كل فصول ثانويه عامه بقت مدرسه المشاغبين. طيب يعني مدرسه المشاغبين اللي هتفسد التعليم البايظ ده حمله لمدرسه المشاغبين. مش يعني مش المشاغبين بس، مش المشاغبين بس، تكرار الصوره تكرارها بشكل مستمر. انا اخشى بس ان احنا نكون بنقصوا على الفن يا جماعه، والا كده اللي هتلاقي حد بيدخل. انا بشوف افلام، انا بشوف افلام ابيض واسود. لا لا لا، شوفوا مرافعات بعض الممثلين فيها اللي هي بتضحك، يعني تضحك. الفن ده ذوق، الفن ده رقي، الفن ده تلمس للمواطن والمشاهد. خلينا نسمع استاذ بيومي وهسمع بعد كده الطرف ده. استاذ بيومي هنا في غضب، شايفين ان انت بتهين الروب المحاماه كمان وبتهين المهنه، ومفيش حاجه بقول لك مفيش حاجه اسمها هزار، ما يعني ما تهزرش على حسابنا يعني. اتفضل استاذ وائل. اتفضل. الشخصيه اللي فاهمه في المسلسل اللي عامل دور المحامي اتريق لما مامته بتقول له هاخد روب من عندي من الدولاب، هم عاوزين ايه اكتر من كده؟ الست مش فاهمه، امه مش فاهمه، الست جاهله بتقول له كده. والاب ده راجل هلاس، هو مش ممكن يطلع اب سكري؟ مش ممكن يطلع اب هلاس؟ ممكن يطلع اب سخيف؟ هو ما فيش حاجه نهزر بيها غير الاب الهلاس والام اللي مش فاهمه الجاهله. ده الموضوع بقى اصعب في المسلسل من روب المحاماه، بقت الام جاهله مش فاهمه وابو ضابط الشرطه هلاس والمحامي امه جاهله مش فاهمه، هو ايه الموضوع بالظبط؟ انا ما بقتش مش طالع دافع عن المحامين بس بقى استاذ. لا طبعا احنا بندافع عن المجتمع. دافع عن المجتمع. لا احنا بندافع عن المجتمع. هسمع الاستاذ بيومي اتفضل. ما تكلموش لوحدكم حضراتكم، مسألة بمنتهى البساطة. أنا بقول ممكن تلاقي أب هلاس، هو مش هلاس كده، ده بيخاف على أولاده وكل الكلام ده. قلت إن هو عمال يهزر ودمه خفيف والكلام ده ما يمنعش. ست جهلة، وما ينفعش إن يطلع محامي من ست جهلة، تبقى أمه ست جهلة ما تعرفش، بتقول له خد روب من الدولاب وهو اللي فاهم، ففهمها الموضوع عامل إزاي؟ لا أكتر ولا أقل. طب هسأل حضرتك سؤال يا أستاذ بيومي، مساء الخير الأول. المحامي نفسه بيتريق يا فندم على الموضوع، كان عندكم حق تتكلموا. هسأل حضرتك سؤال. فين ده رايح محكمة؟
ففهمها المساله دي. اولا الرقابه متشدده جدا يومين دول يا استاذ وائل، مفيش كلمه يا ابن الكلب في المسلسلات، مفيش كلمه، مفيش تجاره في المسلسلات، وفي تشدد من كل حاجه مهما كانت الدراما عامله كده. وبقى خلاص دلوقتي حتى المسلسلات زي السينما بقى في بتاع ده هوت زائد 18 وزائد 16 وكل كلام زي السينما كده، لما تتقال رقابه، عندنا رقابه شديده جدا واحنا محترمين ذلك جدا. مفيش ده، في ورقه دلوقتي نزلت لنا للرقابه، مفيش كل الكلام ده. لكن انا بتكلم على شريحه في المجتمع، انتوا حضراتكم بتعترفوا ان كل شريحه في المجتمع فيها الطيب وفيها الفاسد طبعا. اصل لو في مهنه ملائكيه اصحابها ملائكه يعني ما بالظبط يا فندم. وبعدين هم نفسهم بيقولوا لما يبقى في افراد غير مؤسسات، طب ما ده فرض. لما اتكلمنا على عادل امام اللي مسك شخصيه من الاول للاخر بتاع حسن السبانخ والدنيا قامت وقعدت، لا ده محامي جوه مسلسل كبير وموضوع الهزار في الحته ديت. ولا ما اتكلمت برضه لما يحصل يا فندم ان يبقى مسلسل جد ممكن ياثر في الناس بالجد بتاعه، خلاص ده اللي ممكن يبقى مؤثر. لكن مسلسل هزار، طب ليه يا فندم انت ليه ما بتعترضش على الحاجات اللي انا بقول لحضراتكم عليها؟ ده تبقى بقى يعني هو بيقول لك يعني الداخليه اللي هي ادعى دائما بال يعني انا بالاحتجاج. انا استاذ بيومي انا عايز اساله سؤال، يعني انا مستاء جدا من هذا الطرح. طب اسمعوا، مفيش حد اعترض ولا حد رفع قضيه عليا، هنرفع. وانت في المسلسل الثاني استاذ بيومي مرفوع بكره يا استاذ بيومي. احنا هنرفع. وبعدين مين اللي قال ان ومش مجال اجراءات تقاضي ولا مجال ترصد ولا مجال مساله ان في اجراء يتعمل؟ المسألة النهاردة أنا بسأل الأستاذ بيومي سؤال، المفروض قيمة العمل الفني اللي احنا تعودنا عليه وبنربي الجيل عليه إن بيرسخ حالة مجتمعية سواء في الصحة أو في الغلط أو سواء في الانتقاص اللي موجود، هل أنت شفت إن في قاضي من قضاة المحاكم هو وعلى المنصة قال على الطلاق بالتلاتة؟ لا ما حصلش. لما ما حصلش رسختها إزاي وجبتها منين؟ ومين قال اللي رسختها يا فندم؟ انت مش القاضي بيحلف عليه بيقولوا على الطلاق الدليل للمره الجايه تخبطوا في القضاء كمان؟ لا ده احنا لا ده احنا لازم طيب لازم يعني نفهم النهارده ان احنا مش جايين. طيب بس انا هقول لك ده عشان ظروفي كمان عايزين نكلمه. لو حسبت واحده من اهم المسرحيات شاهد ما شافش حاجه، لا 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 ما كان على المنصه الثلاثه، ما هو يا جماعه مش هيبقى في فن. انا اخشى غضب اصحاب المهن. لا استرجع طيب، شاهد ما شافش حاجه، استرجع كده وشوف النهارده، اللي يعني الذوق في العرض، شوف النهارده الاريحيه في الانبساط والمشاهده وازاي موجود في ذهن المشاهد حتى الان واحنا بنكرره، لكن ما استقش المشاهد منه ان طيب. قاضي المنصه اسيء اليه او المحامي اللي حاضر اسيء اليه. طيب استاذ بيومي تعليق على الكلام ده عشان اسمع الضيوف اللي معايا، اتفضل. والله يا فندم احنا بنحترم جدا مهنه المحاماه، انا اخويا محامي ومحامي كبير، احنا بنحترم جدا كل المهن. اخوك محامي يعني؟ طبعا اخويا محامي ومحامي كبير كمان. ما زعلش من ده؟ ضحك جدا لانه عارف كويس قوي ان احنا بنهزر والمساله ما فيهاش علاقه ابدا وما فيش ابدا حد عايز يغير. طلعتونا ان احنا اللي مش فاهمين. ما حدش قال ابدا هو ده شكل المحامي ولا هو ده شكل القاضي ابدا. استاذ وائل ايه رايك لما طلع المحامي هو وداخل على المنصه وبينده الشاهد؟ سيبك من حته ان طلع المحامي وبيقول له صلاه الجمعه ويقول له ده النهارده مش الجمعه ويقول له اصل الصلاه انا جاي من كام بعيد. ايه رايك لما بيكلم الشاهد والشاهد بيقول له اسمه وهو عايز يقنع المحكمه ان الشاهد ما يعني بيوصف المحامي بالغباء، بتوصف المحامي ان بيرسخ الشهاده الزور مع الشاهد امام المحكمه. انت رسخت. هو ايه الهزار في موضوع الجلسه دي؟ انا عايز اقول ايه الجلسه يا إيه الهزار؟ طيب انا عشان انا معترض على كلمه رسخ. لا انا ابني لما يشوف ده وانا لما اشوف ده والمشاهد المصري لما يشوف ده يعرف ان احنا في المحاكم في تهريج واحنا بنهرج، يفهم اللي ما دخلش المحكمه ويفهم المحامي. المحامي صاحب القيمه اللي بيأدي القيمه وبيأدي الوطنيه. رغم المحاماه ده يا استاذ بيومي كنت اتمنى ان انت تعرف تاريخه اللي ليه النهارده من سنه 1790، يعني ده الروب بتاع القاضي اللي قاعد في فرنسا اللي من الشباك شاف قضيه القتل وشاف اللي بيقتل وشاف الراجل المنقذ اللي ودى للمستشفى وأدين المنقذ بالقتل وهو قاضي الدعوة وحكم على المنقذ بالإعدام لأن في فرنسا ما كانش الدلائل. ففوجئ أن المحامي اللي حاضر لابس لباس روب أسود، فسأله إيه ده كان روب المحاماة بيأدي القيمة. طيب. أن الظلم اللي انت ظلمته أستاذ بيومي بيقول لك اعرف تاريخ روب المحاماة أولا، فضل. ألو استاذ بيومي سامعك، اتفضل. انا مع حضراتكم يا فندم، انا بس اعتراضي على كلمه رسخ.
مشكله. انا مساله بمنتهى البساطه، انا ما فيش اي بني ادم في الدنيا، انا اسف اللفظ يعني، عاقل ممكن يكون بيتفرج على هذا المسلسل شايف ان انا برشح. لا 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 استاذ وائل، انا مش مسموح ان انا اسمع ده، مش مسموح. اكيد ان احنا كنقابة المحامين اكيد ان احنا عقلاء ومفكرين ومبدعين، ولما نرصد حاله وهنرصدها واحنا هنبقى مصرين على موقفنا. احنا ما بنديلوش الفرصه طالما انت بيوصفنا احنا بان احنا النهارده غير عقلاء. هو ما قالش لا لا لا، قال مفيش عائل. طيب مفيش عائل، دي مش مسموح بيها، والمفروض ان النهارده يعتذر عليها حالا والان. طيب لان انا اللي بكلم حضرتك وانا اللي برصد، المفروض ما تقوليش ان مفيش عائل. لا، المحامين عقلاء، المحامين مفكرين، المحامين مبدعين، احنا اللي النهارده بنرسخ في المجتمع. ما احنا خدنا الجمله منه يا جماعه، ما كملهاش. استاذ بيوم اتفضل. يا فندم انا ما بقولش ان حضراتكم اللي بتقولوا كده، انتوا خايفين لحد يفهم كده. لا راجعوا يا استاذ وائل، لان انا ضيفك، راجعوا. هو بيقول جمله مفيش عائل، اللي هو اللي انت خايف انه يفهم كده. انا معترض، انا معترض قدامه لما يقول هو مفيش عائل، معناها بمفهوم المخالفه ان انا كمحامي وامثل نقابه المحامين انتفى عندي لغه التفكير والعقل، ومعناها ان في حد غيرنا ممكن يفهم ده بشكل ثاني. طيب استاذ بيومي، طب نديله بس المجال يعلق وبعد كده علق. اتفضل يا استاذ بيومي. حضرتك تقول كلمه رسه، انا بس مع انا يا استاذ بيومي انت بتربي. ما خلينا نسمعه يا استاذ خالد. اتفضل يا استاذ بيومي. اتفضل استاذ وائل. انا ما بقولش ان الساده الكرام المحترمين اللي عند سيادتك بيقولوا ان احنا مصدقين ده. انا اللي فهمته من حضراتكم ان انتوا خايفين لحد وهو بيتفرج علينا يصدق الكلام ده. فانا عشان كده الكلمه اللي انا قلتها، مفيش عائد بيتفرج على مسلسل كوميدي فرس اللي احنا بنعمله ممكن يصدق ان هو ده شكل المحامي ولا هو ده شكل القاضي. انا كنت ممكن اخلص الموضوع من الاول واقول والله في مخرج وفي محامي وفي منتج، انا ممثل في المسلسل دوت وغير مسؤول، لكن انا بدافع عن عمل انا شغال فيه وبقول لحضراتكم. انا ما اقصدش بحضراتكم ابدا ان مفيش عائل، ان مش انتوا العقلاء. انا لا يمكن اقول حاجه زي كده، حضراتكم محترمين فوق دماغي. انا اللي فهمته من حضراتكم ان انتوا خايفين ان حد بيتفرج علينا شريحه معينه كتله معين يفهم المساله كده، مش ان حضراتكم اللي فاهمين كده. طيب يلا قصدي خليك معايا يا استاذ مصطفى عشان الجبهه بقى اللي بتدافع عن الفن هنا. اخد الاول الاستاذ مصطفى الكيلاني. موافق على وجهه النظر دي اللي هي هي فين وجهه النظر يا فندم؟ بس عندهم شعور انه مهنه المحاماه تهان يا فندم. هو في حاجه بس واضحه جدا. هو للاسف انه كل واحد دلوقتي بقى يعني مع احترامي للذات الالهيه، لكن كل واحد دلوقتي واخد كرسي جنب ربنا وبيقول له ايه، انا اللي هحكم مع الناس وانا اللي هتعامل، وكل واحد ايه بيحط شريعته زي ما هو عاوز، فبينصب نفسه ربنا ومشرع وقاضي وحكم وجلاد في نفس الوقت، زي ما شفنا اجتزاء كلمه وزعيق لحد ما احنا توترنا في الاستوديو من الزعيق، على اعتبار ان هو الصوت العالي هو اللي ممكن يوضح الصوره ويأكد وجهه النظر. لا ده كلام، لو سمحت اكمل كلامي بعد اذنك. حضرتك بتتكلم بقالك نص ساعه. الإهانة حضرتك، الاهانه يا فندم، يا فندم يا استاذ خالد، حضرتك بتتكلم بقالك نص ساعه. انا ما نطقتش فعلا، هو لسه بيقول الكلام. يعني اكمل كلامي بس انا ليا رجاء عندك. اتفضل حضرتك كمل. لا لا، وصف العمل ما توصفناش احنا. لا طيب اوصف العمل. لا انا استاذ خالد، خليه يقول وجهه نظره وبعد كده. احنا جايين وجهه نظرك في العمل. حضرتك محامي، ما توصفناش محامين، وانا راجل صحفي او نقابه، ما توصفناش. فبعد اذنك اتكلم زي اتفضل عشان اسمع. ايوه وصف العمل اللي احنا جايين بخصوصه مش احنا، ما توصفناش. خالد لو سمحت خلينا نسمع بس. اتفضل. هو دلوقتي ده غضب مشروع ولا يا فندم؟ هو لو يعني بشكل واضح احنا بنتكلم في عمل فني، عمل فني له مقاييس غير الحياه العاديه. ثانيا احنا النهارده لو حضرتك اعترضت كاستاذ وائل الابراشي راجل صحفي ومقدم برامج تلفزيونيه شهير، اعترضت على نماذج مقدمي برامج التلفزيونيه اللي اتقدموا انهم فاسدين في عدد من الاعمال التلفزيونيه، انت تقلع شكلك دلوقتي وتقوم تضربنا عشان احنا بندافع عن اعمال فنيه. وانا دايما انا صحفي وعضو نقابه صحفيين، حينما تكون في شخصية صحفي فاسد بقول المجتمع عندنا في يا فندم في صحفي فاسد ولا أغضب. يعني يوجد صحفيون فاسدون في كل حتة، في نماذج. بس حتى أنا بتكلم بمقاييس العمل الدرامي، ده عمل درامي الناس كلها عارفة أنه ده تمثيل. لو أنا جيت اتكلمت على أنه تمثيل ده واقع، يبقى أنا عندي خلل، وخلل واضح.
لما اتكلم على التمثيل ان دول ممثلين شخصيات انا عارف انها بتتحرك في شاشه التلفزيون، لما اطلعهم من شاشه التلفزيون واحطهم على الحقيقه واناقشهم بمعايير حقيقيه يبقى انا عندي خلل. بيقول لك ده هيكرس. حضرتك تقبل، حضرتك تقبل ان يتقال عليا الطلاق فقال قاضي يقول عليا الطلاق؟ يا سيدي هو عليا الطلاق ده عمل كوميدي، هو ده عمل فرص، ده عمل كوميدي، ده دي كوميديا. حضرتك فرص. قبل الحلقه قبل الهوا بتقول انك سيناريست وعايز تقدم نفسك كسيناريست. حلو قوي حلو قوي يا استاذ مصطفى، يا استاذ مصطفى يعني لما اجي اقول لك، لما اجي اقول لك يا استاذ مصطفى، لو سمحت يا استاذي انتوا اتكلمتوا كتير جدا، هكمل وجهه نظري. طب اسمعوا عايز لما تيجي تقول ايه بس، لما تيجي تقول لي ده بناء درامي لكوميديا، انا اقول لك انا اسف، انا المجتمع عندي يلفظها. مين اللي قال لحضرتك ان المجتمع مش ملايكه بقى؟ مين اللي مش ملايكه؟ هو لازم كلامه بقى بيننا بيننا ناخد مكان ربنا ونحكم على كل حاجه عشان خدت منه الكلمه يا استاذ مصطفى. ما خدناش مكان ربنا، احنا بندافع عن انفسنا وندافع عن مهنه القضاء وندافع عن. انا هعيد له الكلمه بس وهسمعكم يا جماعه تاني. اتفضل يا استاذ مصطفى. يعني احنا دلوقتي بنتعامل مع العمل الفني بمقاييس غير العمل الفني، طب ما تيجي نتعامل بقى بمقاييس غير العمل الفني في كل حاجه. احنا عندنا محامي واحنا كلنا عارفينه، محامي شهير بيطلع في القنوات التلفزيونيه كلها يشتم. انا بس مش يعني انا مش عايز، مفيش واحد من مجلس نقابه المحامين ولا سامع عشان نفسه برضو. لا عفوا برضو مش عايز القضايا يا جماعه لو سمحت، مش عايز القضايا تتشخص يا استاذ مصطفى. استاذ محمد، استاذ محمد اسمع كله بعد اذنك. لا بعد اذنك مش مسموح، لان ده اسم الاستاذ النقيب سامع. انت حضرتك النهارده ما تنظرش، طيب ما تنظرش في غير الحلقه او الضيافه اللي احنا جايين فيها يا جماعه. بس مش لا يا استاذ وائل، سلام انا بعيد. لا هو تناول، هو ابعدنا. ايه دخل الاستاذ النقيب النهارده سامع عاشور؟ استاذ محمد، استاذ احد المحامين على عشان الراجل ما اتكلمش بقاله من بدايه الحلقه. مش مهم، خليني بسرعه كده. هل من حق المحامين ان يغضبوا بهذا الشكل؟ هم على فكره قالوا قبل المسلسلات احنا هنقعد نتابع المسلسلات، واي اهانه ده من قبل، من قبل ده من قبل، وقالوا هنرصد المسلسلات، وجاءت مع مسلسل الاستاذ بيومي فؤاد في اولى حلقاته وقالوا وانتفضوا وغضبوا وهيقدموا بلاغات غدا بالاضافه الى الغضب داخل نقابه المحامين. طيب حضرتك قلت كل حاجه اهو، حضرتك قلت من قبل وهم متربصين بالموضوع. طيب احنا لازم نفرق ما بين حاجتين، ما بين ناس فعلا ممكن تبقى قاعده قدام الشاشه وبتشوف حاجه تضايقها، وما بين حد انت بتعرف ان هو رفع قضيه او هو توجه بسلوك او اخر حاجه زي كده. اللي هو رفع قضيه وكده انا ما يعني ايه ما اعرفش هو يبقى غرضه ايه ومش قادر افهمه، فانا مش هتكلم عنه. هنتكلم على الناس اللي ممكن تزعل البسيطه، المواطنين اللي يقول لك ده المهنه بتاعتي. كل عمل فني وليه قانونه، بمعنى يعني هل حد من الاساتذه يقدر يقول لي ايه الفرق ما بين العمل الكوميدي والعمل التراجيدي والرومانسي مثلا؟ يعرفوا حاجه عن الميلو دراما؟ ما يعرفوش. مين اللي قالك؟ مين اللي فرض ان احنا ما نعرفش؟ اقول لحضرتك مين اللي فرض ان احنا ما نعرفش؟ هقول لحضرتك ايه اللي فرض. لو حضرتك تعرف هتقول لي ان العمل الكوميدي ليه مقاييسه اللي تختلف عن العمل الدرامي العادي، بمعنى ان المشاهد الحقيقيه اللي عرضتها دي كان العمل نوعيته بوليسي مثلا، كنا هنضحك على العمل. ليه؟ هنقول يا جماعه ما فيش حاجه في الحقيقه كده. يعني لو نمط العمل ده، نوع العمل ده اصلا مسلسل بوليسي مثلا زي كلبش او ما هو الاستاذ بيومي عامل في خفه يد ده مسلسل كوميدي وبيهزر مع المتهم. يبقى انا لما اجي احاسب، لما اجي وعربيته بيتم سرقتها وبتاع، لما اجي اقيم العمل الكوميدي بقيمه بمقاييس العمل الكوميدي. يعني هل هو بسطني ولا لا؟ في افيهات ضحكتني ولا لا؟ ما اقولش بقى هل فعلا المحامي بيدخل بالروب ده ولا واكبر الموضوع. يعني صناع العمل كان هدفهم ايه من المشهد ده؟ هل هو فعلا ما اكمل كده؟ ده اللي احنا عايزين نعرفه. انا بقول احنا ما بنعرفش اللي هو يبسط حضرتك. احنا ما بنعرفش للاسف دراما. للاسف كان نيتهم عايزين يبسطوا حضرتك. تخيلك بتاع الحديث وعلشان هو يبسط المجتمع، وعلشان هو وعلشان هو اكمل بس طب اسمعوا بس بتاع الحشيش، اكمل بس بتاع الحشيش هدفه انه يبسط المجتمع. لا 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 حضرتك انت كده، لا 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 ان اي معلشان من الاول بقى، ما هو من الاول اسمع من الاول بقى اتفق ما هو من الاول من الاول انا افترضت فيك ان حضرتك ما تفهمش الكلام اللي انا بقوله. ليه؟ لان حضرتك ما تعرفش الفرق ما بين الفنان وباع الحشيش. لا طبيعه طبعا لا طبعا
ف... لا اصل انت بتقول ايه الهدف الهدف انه يبسط الناس. انا بعترض على كلامك طبعا علشان ذنبه في النهايه هو بيقول لك انه تاجر الحشيش. انت بتقول لي النهارده ان اي نوع من انواع الكوميديا عايز تاجر الحشيش. العلاقه يا استاذ طبعا مفيش علاقه. ده ايه الملائكيه؟ ايه الفن الملائكي ده اللي المجتمع مش عارفه وحضرتك بس انت اللي دارسه وعارفه؟ عايزك تدرسه. لا لا انت لما قسم دراما ونقد حضرتك تفهم ايه في الدراما والنقد. انا افهم. انا اقول لحضرتك انا افهم. طيب انا عايز في نقطه. انا المحامي ارجع له الكلمه بس اتفضل. هو في نقطه من اكتر لو احنا خدناها بالمقياس ده العمل اللي الاستاذ بيتكلم عليه ده مصطفى خاطر عامل فيه سلوكيات يا استاذ وائل. عامل فيه دور ممثل. فهمش ايه الاداء ده؟ مش طبيعي تخيل خالص. طيب. يعني تخيل خالص. الاداء خلينا مش طبيعي بس يا جماعه. خلينا عشان اخد بس بطل العمل ده. تفهموا ايه ده؟ كلنا معقوله انتوا الفنانين اللي اتطلقوا لما اتكلمنا بيقولوا لهم بتفهموا ايه؟ انتوا ممثلين اداء اوفر. معقوله لما تأدي انت رساله انت لما يديني منهج يقول لي انت بتفهم ايه وما بتفهمش؟ معقوله ده اللي بتعرضه عليا في المسلسل؟ معقوله انت اللي بتفكر عشان تبني البيت وتبني الابن عندي وتبني المشاهد وتدي له الدعابه وتدي له القيمه وتدي له المعنى؟ معقوله انت وصفتني وانا احد افراد المجتمع؟ طب انا متفق معايا يا استاذ وائل في الجزئيه دي واحده بس. انا متفق معاك في الجزئيه. ايه هي؟ هي رايك انا البنى دي واحده محتاج عمل فني. محتاج عمل فني في الشيخ اللي في الجامع وفيه الكاهن اللي في الكنيسه. انت حضرتك نيجي نهزر فنطلعه لابس سلسله او بيندغ لبانه. ايه رايك في المجتمع لما يشوفوا كده؟ هنقول عليه برضو ان هو مش اله؟ ما هو شيخ. رجل دين. ايه المشكله يعني؟ لا ما فيش مشكله. ازاي تخرج رجل الدين اللي من المفروض ترسخ قيمته في المجتمع وفي اذهان الناس انه صاحب القيمه والاحترام والوقار، تخرجه انت بالبانه وسلسله وتقول لي بتهزر؟ بتهزر ازاي؟ في جماعات ارهابيه كانوا يقدمون انفسهم على انهم رجال دين وهم يقتلون ويسفكون الدماء. لا احنا ما بنتكلمش في مش يعني. بنتكلم في الامور اللي فيها شذوذ في الاخلاقيات. احنا بنتكلم في ثوابت المجتمع في القيمه. طب يبقى انت عايز الدراما خير فقط؟ لا 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 يا استاذ. كان موجود تفصيل في المحكمه. هاخد من الاستاذ بيومي فؤاد بس تعليق يا استاذ بيومي هنا. تفصيله اخيره بس استاذ بيومي. بس الراجل معانا على التليفون بس وبعد كده اتفضل استاذ بيومي. هنا يعني ده حصل لك السنه اللي فاتت والسنه دي، يعني هل انت شايف هيبقى صعب كده على الفنان انه يؤدي الدراما؟ لانه بالتاكيد هيطلع في الدراما انه صاحب مهنه بيشتغل ايه يعني. شايف ان ده هنا لو في قيود بهذا الشكل من اصحاب المهن هيقيد الفنان وربما يقضي على الصناعه ككل؟ والله يا فندم انا وبدون تريقه لا بدون بتريق ولا حاجه، انا رايي ان احنا يعني ده اقتراح طالع مني يعني ان من السنه الجايه غير المسلسل اللي بيروح عشان يترقب رقابيا للرقابه يروح لكل النقابات. انا والله العظيم ما اقصد تريقه. اه ما هو ده اللي هيحصل والله. يروح لكل النقابات وهم يوافقوا عليه كمان ويمضوا ان هم موافقين على الموضوع ده. ويروح للمجلس الاعلى للقضاء يا استاذ بيومي. ويروح للمجتمع لما يقول له اللفظ الجنسي، لما يقول له في اللفظ الجنسي اللي اتحذر عليا. لحظه معايا، اللفظ الجنسي اللي اتحذر في المشهد اللي كان قبل ما ندخل اللقاء برضو ده كان شيء من العمل الفني. نتكلم ما بلاش ارهاب حضرتك. ده في مسلسل تاني. ده في مسلسل تاني. بنتكلم كفنيات. بنتكلم كفنيات. طب هو على التليفون واحنا قاعدين في الاستوديو كل ما بيقول كلمتين. استاذ بيومي اتفضل. الاخلاق ما تسمحش ان الناس تهرج بيها. خلينا ولا تنفع تقيمها بهذا الشكل. ولا ينفع الوطن اللي بادئ في عهد جديد ان الفن العظيم الفن القديم فن الاجيال اللي كان بيحتذى بيه. ممكن نسمع بس الراجل على التليفون يعرض بهذا الشكل؟ يعرض بهذا الشكل؟ ايه الاسخاف اللي انتوا هتعرضونا ليه ده؟ جو الخطب ده. لا لا مش جو خطب، ده جو قيمه يا فندم. جو قيمه لازم تتعلم وتعلم. ممكن يدوب بس. لا 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 انت لازم تعلم الدين. يا استاذ خالد يا استاذ خالد لو سمحت. لو سمحت لازم. لا انا اخد كلمتك واقول لك انا اعلم. لما تتناول انا عايز اسمع الاستاذ بيومي يا جماعه. اضرب مثلا وتتناول وتقول. لو سمحت كان يجب على الاستاذ نقيب خالد. هل واخد الموضوع الزعيم؟ هل يعجبك انه ما حدش يسمعنا يعني؟ لا 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 هو واخد الموضوع الزعيم على طول. عايز اسمع اللي على كده يا استاذ بيومي. يا استاذ مصطفى لو سمحت استاذ بيومي اتفضل. حضراتكم يا استاذ خالد لو سمحت بقى نسمع الراجل على التليفون وخلاص يخلص وبعد كده علق. اتفضل يا استاذ بيومي اتفضل. من شويه الاعضاء نقابة المحامين المحترمين زعلوا من الكلمه اللي انا قلتها، اللي انا فهمت يعني شرحت بعد كده وجهه نظري وقصدي في الموضوع انهم بيتكلموا على مساله التاثير على
شرائح معينه من المجتمع، فقلت ان مفيش عائل فهم حتى خدوها على نفسهم، فقلت انا ما اقصدش ابدا حاجه زي كده. هم دلوقتي اتهمونا بالاسفاف، انا بقول لحضراتكم المسلسل ما فيهوش اسفاف، المسلسل فيه فرق ما بين الكوميديا والاسفاف، في فرق ما بين ان انا اضحك الناس بشكل محترم وبشكل عائل. انا عاوز اقول لحضراتكم ان المسلسل دوت لو هم عاوزين يحولوه للقضاء عشان المسلسل يقف، القضاء اكم من مسلسلات اتعرضت عليه كل سنه من نقابات ومن شغلانات ناس برضو بتعترض على مسلسلات، ودائما وابدا القاضي بيقف مع الابداع، ودائما وابدا القاضي بيقف مع حريه الراي. فاحنا تحت امركم في اللي انتم شايفينه، لو انتم المساله متحمله قدام حضراتكم على هذا النحو، انا بدافع عن عمل انا اشتغلت فيه وعن اسره المسلسل. احنا نقسم بالله ما نقصد حاجه زي كده، لا اهانه. المحامين اخواتنا، المحامين اخواتنا، مش اخواتنا في الاسلام، اخواتنا ان اخواتنا محامين، ما فيش بيت ما فيهوش محامي تقريبا، تمام. المحامين فوق دماغنا. احنا كتير جدا الدراما اظهرت المحامي بشكل عظيم، اظهرت القاضي بشكل عظيم، رغم ان احنا لما نتفرج على يعني زي ما بيقولوا ايه، محاكمه حقيقيه ما بتشدناش بقدر ما بتشدنا دايما المشاهد اللي فيها حاجات زي كده من سخنيتها ومن احترامنا ومن الاثاره اللي في الموضوع، بقدر ما بنبروز دور المحامي، بقدر ما بنبروز دور القاضي. فاحنا لا يمكن ابدا نكون قصدنا نتريق على محامي ولا قاضي في مسلسل، احنا بندافع عن نفسنا، بنقول احنا بنعمل مسلسل كوميدي فرف. المسلسل كوميدي فرف يعني الاب نورمال، يعني ما فيش اي حاجه فيه تمت للواقع بصله.